بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى غنشوفو الفرنسية السنة الرابعة ياك ابتدائي. عندنا هنا جولي لو ديالوغ، جولي لو ديالوغ يعني أنا جولي أنا أقرأ النص. لا، لو ديالوغ هو الحوار. لو ديالوغ هو الحوار، باش يكونوا جوج ناس يتكلموا، فهمتي؟ إذا داك الكلام اللي تيدور بيناتهم تيتسمى حوار. ماجد ونورا سون دو زليف دو لا ميم كلاس، يعني ماجد ونورا هما جوج ديال التلامد دو لا ميم، ديال لي نفس لا ميم هي نفس، ياك؟ لي نفس القسم كلاس. Ils viennent de faire connaissance. يعني هم جاءوا لفعل معرفة، ولكن ماشي هذا هو المعنى. Vient c'est le verbe venir، هي جاء. إذن هم جاءوا. Faire هي فعالة، فهمتي؟ Faire quelque chose أنك تفعل شيئا ما، ياك؟ Faire connaissance يعني فعالة معرفة، يعني أنهم يعني تعارف بمعنى آخر. faire connaissance يعني هي تعارف، فهمتي؟ je fais connaissance هي أنا أعمل معرفة، يعني أتعارف مع الآخرون، ياك؟ إذن هاد connaissance جاية من connaître، ممكن تستعمل الفعل ديريكت، فهمتي؟ إذن مثلا pour connaître les gens je fais cette communication، أفعل التواصل pour connaître les gens، لمعرفة الناس، ياك؟ المهم فهادشي كله ils viennent de faire connaissance عرفنا هي يعني عامل معرفة، يعني أنه تعارف، ياك؟ على الناس، تعارف مع الناس. ولكن ملي تتقدم معك هاد الفعل هذا venir، وهذا قلنا من قبل، إذن الفعل الذي يأتي من بعد يصبح بمعنى أنه قد تم قبل قليل، ياك؟ أو تم يعني قريبا، فهمتي؟ إذن il vient de faire connaissance يعني أنهم تعارفوا قريبا، فهمتي؟ يعني أنهم تعارفوا في الماضي، ولكن ربما قبل ساعات، ربما قبل نصف يوم، أو ربما قبل يوم، ياك؟ إذن أنهم تعارفوا قبل قليل، ياك؟ ils viennent de faire connaissance، هذا هو المعنى. إذن مثلا نقدروا نقولوا ils font connaissance يعني هم تعارفوا، ils font connaissance يعني تعارفوا فيما بينهم، ياك؟ ولكن عندما نستعمل ils viennent de faire connaissance يعني أن هاد التعارف أنه قد تم قبل قليل. لماذا؟ لأن هاد الفعل قد أسبقناه، قد جعلنا قبله فعل venir اللي هو جاء بالفرنسية، بحال verb ألي. عندما نتكلم مثلا جو في أليكول يعني أنني سأذهب إلى المدرسة، ولكن جو في إكخيغ أون لتر يعني أنني سأكتب، يعني هاد فعل ذهب تتغير النص، تتغير المعنى ديالو. علاش؟ لان جا موراه فعل اخر مباشره. جو في اليكول يعني انني ساذهب الى المدرسه. جو في اكريغ اون لتر يعني انني سوف اكتب رساله، ياك؟ حاضر ولا لا؟ تي هابيت وي ماجد. تيابيت او ماجد. تيابيت او ماجد. ماجد. اذا هذه او كنا تكلمنا عليها من قبل، شنو معنى هذه او؟ وهي شنو؟ يعني هي اين، تتعني المكان، يعني اش من مكان انت تسكن. سيرفر ابيتي تنشوف هنا هو مصرف في من بعد تي، ياك؟ اذا تيابيت يعني انت تسكن، ولكن أنت تسكن أين مجيد؟ يعني أين تسكن أنت يا مجيد؟ فهمتي؟ أنت تسكن أين يا مجيد؟ تيابيت أو مجيد، ياك؟
هذه ستون كيستيون ياك، يعني سؤال. اش قال لي هو في الجواب؟ في الجواب قال لي للإشارة هذه أو راه ماشي هي أو اللي ما عندهاش هاد الأكسون الفوق، هذيك الأخرى تعني أو، فهمتي؟ إلا كانت هاد أو هاد الشكل وما فوقاش هاد الأكسون تتعني لنا أو، يعني هذا أو هذا، ياك؟ يعني الخيار. إذن شنو الجواب كان ديال المجيد ملي سولات وقالت ليه، ملي قالت ليه نورا، ملي قالت ليه نورا تي عبيت أو، مجيد شنو الجواب؟ en face de la poste. يعني بالمقابل en face، يعني face la face هي الواجهة. يعني في الواجهة، يعني مقابل، فهمتي؟ la face هي الواجهة، ياك؟ اذا en face يعني في الواجهة، يعني مقابل، مقابل ماذا؟ دو لا بوست، يعني مقابل البريد. إذن مجيد يقطن يعني بالمقابل لإدارة البريد أو للبريد، ياك؟ دون دون لا ميزون بينت 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 اون جون اون جون، يعني دون لا ميزون يعني في المنزل بينت، سلفير بينت غدا يعني مصبوغ في المنزل، مصبوغ بيندغ هي صباغة، ياك؟ يعني صباغة، ياك؟ لا بانتوغ هي الصباغة. إذن دون لا ميزو بانت يعني في المنزل المصبوغ أون جون، يعني بي بالأصفر، ياك؟ إذن هو يقطنو على بوست هادي، هو يقطنو بالمقابل اللي هاد لابوست اللي هي البريد، ولكن فين؟ في المنزل المصبوغ بالاصفر، ياك؟ اذا شنو كان الجواب؟ جو فوا، يعني انا ارى، جو فوا، ياك؟ سي سيتا سي لا سي لا بتيت ميزون باس باس افيك دي تويل دي تويل فيرت فيرت. جو فوا، انا ارى، يعني انا يعني عرفت، فهمتي؟ جو فوا يعني انا اعرف، بمعنى عرفت، ياك؟ سي لا بوتيت ميزون، سي لا بوتيت ميزون يعني انه المنزل الصغير. باس باس يعني السفلى. هذه باس مستعمله هنا نصف هذا المنزل بانه السفلى، يعني لأنه مؤنث، لا ميزورا مؤنث، يعني بمعنى آخر يعني ف يعني المنزل الأسفل، فهمتي؟ سي لا بوتيت ميزون هو المنزل الصغير اللي في الأسفل، الذي هو في الأسفل. إذا لكي نقول بأنه سفلي، إذا نصفه بأنه باس، فهمتي؟ لو كان مذكرا لقلنا بق، يعني لأزحنا هاد إس و أ، إلى باقي إلى بقي لنا ب ا اس نقرأها ب يعني سفلي، فهمتي؟ ولكن هي بما أنها مؤنثة بالفرنسية نقول عنها سفلية، إذا باس، فهمتي؟ إذا إنه المنزل الصغير السفلي افيك دي تويل، يعني مع أجور أو قرميد، ياك؟ الأجور أو القرميد فيرت يعني الأخضر. Je vois, c'est la petite maison basse avec des tuiles vertes. ياك؟ هذا هو يعني هي عرفت عرفت المنزل أين هو، ياك؟ عرفت عرفت شكله، عرفت بأنه هو موجود في الأسفل، وعرفت بأنه له قرميد أو أجور أخضر، ياك؟ وي وي إلي إلي إي باس إلي باس إلي باس مي إلي إلي غروند غروند. قال له وي يعني نعم هو ذاك، ياك؟ وي إلي باس هو سفلي، يعني كما نعيد بأن باس تستعمل لنصف بها مؤنث، يعني المنزل السفلي، ياك؟ إذن هنا نتكلم عن منزل وكأننا نقول كأننا نقول السفلية مؤنثة. مي
ولكن إلي غروند هي كبيرة يعني المنزل كبير. فهمتي؟ إلي غروند ها إليا إليا سينك إليا سينك شامبر شامبر إليا سينك شامبر يعني هناك هناك خمس غرف يعني في هذا المنزل الذي ذكرت ذكرته نورا وقالت بأنه صغير وقال لها بالعكس هو في الأسفل نعم ولكنه كبير قال لها بأن بأنه هناك خمس غرف إن إن فاست إن فاست كور كور يعني وساحة كبيرة ياك إن فاست وساحة كبيرة الساحة هي لكور ياك فاست يعني متسعة وساحة متسعة يعني شاسعة ياك افيك مع افيك ان بيتيت ان بيتيت ان بيتيت جاردان اه يعني ساحة كبيرة وحديقة صغيرة ها اون ديري On ne dirait pas. Ne dirait pas. Ah, on ne dirait pas. يعني هذا الverbe dire. كما تلاحظي هنا بأنه في الامبارف ياك. إذن لا هذا لا يقال ياك. On ne dirait pas. تعجب. يعني كأنها احتقرت المنزل بأن لا يوجد في هذا الأمر الذي ذكرت الذي ذكر ماجد ياك. يعني هذا الأمر لا يمكن أن يقال. On ne dirait pas. Moi donc. Moi j'habite. قالت له أنا أسكن. C'est le verbe habiter. هي سكنة أو قطنة. Dans un immeuble près de marche. Ah, de marché. قالت له أنا أقطن. Dans un immeuble. يعني في عمارة ياك بخي دي مارشي بالقرب من السوق لو مارشي هو السوق ياك نوتخ أبارتومون يعني شقتنا نوتخ أبارتومون ستخوف يعني توجد تخوفي هي وجد إذن هي ستخوف هي توجد أو تخوزيام جياج إيطاج إيطاج إذن توجد في الطابق الثالث تخوزيام هي الثالث إذن ستخوف توجد في الطابق الثالث ياك سي سأم ستان ستان تخواب بخي ها هي قالت لي إنها ثلاثة بيس يعني ثلاثة غرف ممكن نقول عنها بأنها تخواش شامبر ممكن نقول تخوا بياس غير هي تخوا بياس يعني تشمل غرف مختلفة فهمتي إذن ستان تخوا بياس يعني إنها ثلاثة هي واحدة من ثلاثة يعني هذه الأبارتومون أو هذه الشقة هي واحدة من ثلاثة هي واحد ثلاثة البياسات فهمتي واحدة من أجزاء ثلاثة avec une avec une cuisine يعني مع مطبخ و et une salle وغرفة de bain de bain وغرفة للاستحمام إذن هي واحدة من ثلاثة المكونات أو ثلاثة الأجزاء une salle وغرفة ياك إنسال يعني غرفة أو قسم أو إنسال وغرفة ياك دبة يعني غرفة للاستحمام إذا جو كومبرون لا سيتياسيون دو كوا باغل مجيد إنوغا شنو هي دو كوا باغل مجيد إنوغا هلا دو كوا باغل يعني لاش يتكلمو سالفير باغلي شوفي دو كوا إل
parle ديك il avec s شوش عندك ent c'est le verbe parler مصرف في البريزون ولكن قداماش قدام لو troisième personne du pluriel يعني قدام il avec s اذا اش غنقولوا غنقولوا il parle اذا دو كوا parle مجيد انورا غنحيدوا ديك il ونكتبوا الاسماء الحقيقيه اللي تمثلوا لنا هم يتكلمون اذا بلا ما نديروهم نديروهم ديريكت مجيد انورا ياك دو كوا بارل مجيد انورا فهمتي ممكن نقولوا دو كوا il parle ونحيدوا مجيد انورا وممكن نذكرهم هما ديريكت دو كوا بارل مجيد انورا يعني علاش يتكلم علاش يتكلموا مجيد انورا اذا دو كوا بارل مجيد انورا مجيد انورا je parle à la maison ah il parle hein il parle de la maison des maisons ah de leur habitation il parle de leur adresse hein dit il parle de leur adresse يعني يتكلموا على العنوان ديالهم لادريس او il habite عندي ها هو habite مجيد مجيد شنو زيد مجيد ها شنو زيد مجيد الا قالك او اين habite سي الفيرب habite هي ساكنه اذا اين يسكن مجيد اذا هو habite مجيد مجيد habite او Majid habite en face de la poste. Hani? Idem, Majid habite en face de la poste. Il est مقابل البوست ياك. قال دابا انا هو habite نورا. فين تسكن نورا؟ ايوا فين تسكن نورا. هو habite نورا. نورا habite نورا habite ها de troisième. Non. نورا habite dans un immeuble près du marché فهمتي لحقاش هي قالت في الاخر قالت لي moi j'habite dans un immeuble يعني انا في عماره près du marché فهمتي اذا نورا habite dans un immeuble près du marché il habite près du marché تقدر تقول كاع ديريكت فهمتي je m'exerce je parle de la maison de Majid اذا هنا انا اتكلم على المنزل ديال مجيد ياك ها كيس كون بوغا دير ا بروبو دي ميزون دو مجيد ها كيس كون بوغا دير لا ميزون دو مجيد ها ميزون بانت اي بانت اون جون باس افيك دي تويت فيرت فهمتي هي اللي تعطي المعلومات الاخرين ديال لا ميزون دو مجيد ياك Je parle de l'appartement où on habite. يعني أتكلم على يعني تنتكلم على ديك الشقة l'appartement ديال نورا و نورا حيث نورا تسكن فهمتي و نورا habite. C'est le verbe habiter هي ساكنة. إذن je parle de l'appartement أتكلم عن الشقة و نورا حيث نورا habite يعني تسكن. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? À propos de l'appartement de Nora. Et dans l'appartement de Nora se trouve au troisième étage. Elle a trois pièces et une cuisine et une salle de bain. Il y a des détails. L'appartement de Nora se compose de quoi? Se compose de trois pièces et une cuisine et une salle de bain. Et en troisième ligne, comme vous le voyez ici, je parle de la maison de mon grand-père qui se trouve à la campagne. Il y a un mot de la maison. Menzil, je dis, la maison de mon grand-père, et je dis, qui se trouve, le dit Oujado, à la campagne. Il fait le Bédia.